المباراة الأولى بالسداسية الآن القمة الثانية التصويبة حتى الكرة من يعرف يمان عدت لكن ما تكمل عايدة والتصويب يا الله على القمة جديد نعم اللجنة الفنية نعم الكرة تعود الآن التصويب يسجل الضربة الأولى هدف أول الله عدى أحمد لعيب الكرة الثانية في هذا المكان لسه فيها كلام عدى وفات عدى ركلة جزاء نعم شرمي شعبان الكابتن الليدر القائد على تنفيذ هذه الركلة القادمة من هذا المكان نتابع ننتظر هدف الثاني قادم الله 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 يا ربي يا ربي يا ربي اكتملت النتيجه الان يا سامي يا سامي يا الله على اسم الله يقدم قمه الدفاع لكن الكره تعود الان عايز الكره واللعبه والركنه من هذا المكان يلعب الكره الكره تعود الان من جديد سريعه سريعه من هذا المكان الله على السرعه الله على الكره عطيه تكمل الله راحت الان سامي يتقدم سامي يتقدم الكره تعود عزام هذا عزام لكن الصوت الاول صوت اللاعبين حتى الان هدفين مقابل صفر والتصويب من ساكا لكن عدت عادت الكره من سامي سامي اللي يلعب له كره يلعب له كره الله يا ربي يا ربي يا ربي اللي يتكلم في هذه الكرة الله 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 على القمة على المباراة على الأداء الكبير الكرة السيطرة الكلمة لا زالت الكرة تنتقل والكرة العرضية يا أحمد أحمد الآن قرني قرني قوية لكن المرة عدت المرة راحت وخمسة قد يتحرك في هذه اللعبة القادمة كاكا والضربة قوية الكرة راحت الآن الكرة تعود الآن من جديد عادت أي نظرة أي ترقب أي كرة أي مهارة الله يا ربي يا ربي يا ربي يا عبد الرحمن يا حجاج اللي تسويه القمة تشتعل من جديد يشعلون يا لها من إدارة قوية نعم الإدارة يسجلون رابع الأهداف الكرة تعود الآن الكرة تعود تصويبا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا فيصل يا سمراني يا سمراني الضربة الخامسة الهدف الخامس خمسة وخمسة خمسوها نعم الفريق لا زال يوجه لا زال يوجه ينتصر بخماسيه ولا زال هنا الترتويب ولكن يا سلام المباراه نعم هل انتهت المباراه قبل ان تبدا هل انتهت المباراه قبل ان تبدا ولكن حسين مناور نعم يلا بصول المعراسة تعال عمار يلعب هذا هو الأخير الأخير
عشر يلا باقي لك ثلاثة يلا عبد الله ها شاهد اللي برا يا شباب يلا عدنان عدنان انت عدنان يلا باقي ثلاثة عيال الله يعينك ان شاء الله